السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الأحباب الكرام، هناك سؤال يطرح عند بعض الناس: رمضان والتدخين. هناك أناس اعتادوا على التدخين في غير رمضان، وهذا التدخين كلما حاولوا أن يقلعوا عنه لا يستطيعون، لأنه شبه إدمان ويختلط بالدم. لكن رمضان ذكر الأطباء والخبراء بأنه فرصة مواتية للإقلاع عن التدخين. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرض علينا الصيام النهار، ف12 ساعة أو 14 ساعة في اليوم، والمدخن لا يكاد يدخن سيجارة، فإن جسمه يتعود ويتخلص من مادة النيكوتين. فمن لم يستطع أن يتخلص من التدخين في شهر رمضان صعب جدا أن يتخلص في غيره. فرمضان فرصة مواتية أن الإنسان يظل النهار بكامله صائما، وإذا جاء الليل عوض التدخين بطعام وشراب وأشياء أخرى. ولهذا ينصح بأن الإنسان يبتعد عنه، لأن التدخين من العلماء من قال أنه حرام، وربنا عز وجل نهى عن قتل النفس: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأنفسكم التهلكة. فالتدخين هو موت بطيء، قتل للنفس بشكل بطيء، بل وفيه إداية واعتداء. فالناس الذين حولك كلهم يتأدون، من يسمون بالمدخنين السلبيين. وأول من يتأدى زوجتك، أولادك، عائلتك، أسرتك. وإذا كنت أستاذا تلاميذك في المدرسة، وإذا كنت في إدارة زملائك في العمل، أقرب الناس إليك تؤذيهم. فبعض العلماء قالوا بأنه حرام، بعضهم الآخر قال لا، ليس حراما، وإنما هو مكروه كراهة التنزيه، لأن التحريم لابد أن يكون منصوصة عليه في القرآن. اللي قالوا حرام استنبطوه من قول الله تعالى عن مقاصد البيعة النبوية الشريفة، أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهناك دائرتين: الطيبات ودائرة الخبائث. أين يمكن أن نصنف التدخين؟ هل في الطيبات؟ طبعا لا. أين إذن؟ في الخبائث. فقالوا يحل يحرم، الطيبات حلال، الخبائث حرام، فاستنبطوا منها بحرمة التدخين. لكن فريق آخر من العلماء قالوا لا، هو مكروه، لم يأتي التنصيص عليه، لأن قياسه على الخمر قياس بعيد لعدم الاشتراك في العلة، وهي الإسكار وذهاب العقل. وقالوا أنه مكروه، نحرص على أن نبتعد عنه. فهذه الفرصة للمدخنين والمدخنات، وخصوصا الشباب في الإعداديات والثانويات والجامعات والمدارس العليا، أنهم شيء مفزع. تجد بأن انتشار هذه الظاهرة بينهم مقلق للغاية. فرصتنا لكي نتخلص من هذا التدخين في رمضان أننا نشرب الماء بعد الإفطار، لأن التدخين نار، ونطفئه بالماء، نشرب الماء والسوائل، نصلي التراويح، لأن التدخين يحارب بالحركة، إما بالرياضة، إما بالمشي السريع، وإما بالركوع والسجود. وأيضا نبتعد عن الرفقة السيئة، الرفقة السوء، إذا كانوا أصدقاء مدخنين نبتعد عنهم. وإذا كان عندي علبة سجائر، إما في السيارة، إما في المكتب، إما في البيت، أتخلص منها. فكل هذه إجراءات مهمة لكي نقلع عن التدخين، لكي يكون شهر رمضان المقبل بلا تدخين. وهذا سيكون له أثر إيجابي على البيئة وعلى المجتمع وعلى الناس أجمعين. فأسأل الله تعالى أن يوفق جميع المدخنين والمدخنات على الإقلاع عن هذه الآفة الصحية الخطيرة. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم الذكر. أحسن طريق للتخلص هي أن تأخذ سبحة، وعوض أن تأخذ سجارة بيمينك، خذ سبحة أذكر بها ربك عز وجل، أذكر الله ذكرا كثيرا، سوف تتخلص من مادة النيكوتين، وسوف يطلع عندك هرمون السعادة، تفرز هرمون السعادة، وبذلك تكون من الذاكرين الطيبين الصالحين. اللهم آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.